طبعا احنا اليوم اتصلنا باصحاب السيارات، واصحاب السيارات راح يجوا يستلموا سياراتهم. طبعا احنا شو اللي راح نعمله؟ راح نغير النمره رقم سيارتهم هم، وراح يجي الشاب يسال على سيارته، وهون راح نشوف شو راح يصير معنا. شوفونا وحتشوفوا شو راح يصير. لمع السياره. دلوقتي هاي السيارة، هاي النمرة تاعت السيارة اللي احنا رح نعمل فيها المقلب، ورح نركب نمرة الشاب اللي رح يجي اللي هو الضحية، ورح تشوفوا شو رح يصير. ان شاء الله يقتنع تكون سيارته وياخدها، واذا اخدها هو الخسران. جيبوا الضحية بقى. سلام عليك. عليك اخي. عليك. شو اخبارك؟ الحمد لله. تفضل. دي سيارتي خلصت. شو سيارتها؟ هوندا. هوندا. هلا مش لك اياها، هلا مش لك اياها، بس دقيقه تحملني. الله يخليك. ايه تحملني، خلينا نضبط السياره. سياره مو نافعه ومو ظابطه. تعب الله شوي، تعب الله شوي. امسك لي اياها، امسك لي يا اخي. بس دقيقه الله يسلمها. دقيقه ايه، بس امسك لي اياها، امسك لي اياها من هون. طلع من هون. لا بس هاي، بس هاي. امسك لي اياها، طلع هون. ثبتها عشان احرك البوتاجاز. انا جديد والله اليوم، والله اليوم جديد. انت جديد، يمكن واحد ثاني بيشبهني. الله بضبطك فيها، بجيب لك اياها مرتبه. جيب لي السياره. شو بتزبطني؟ بتزبطني. شوف لي وين معلمها. هلا هلا هون. صهري صهري هو المعلم. هلا بضبط لك اياها، هلا بخليه يجيب لك اياها مضبطه منتكة وما فيها اي شيء ان شاء الله. هلا بضبط لك اياها. وينك يا رجو؟ وين سيارته؟ وين سيارته؟ هلا بخليه يجيب لك اياها. وين سيارته للزلمة؟ دور عليها، دور عليها انت، دور. زماليتها هم بيجيبوها. هلا بظبطها. ليتا؟ ما ليتا؟ دور، دور شي شوي هون، دور يمكن تلاقي. دور يمكن ورا السيارات، ورا الباصة. فكر حالك كراجك 5 كيلومتر، يعني شيء صغير 20 متر. ايه بس دور يمكن تلاقيه. لك وين بدي دور يا ابن الحلال؟ شوف ورا، ورا هناك ورا الغرفه هي يمكن تلاقيها. شلون شلون البطا؟ كله تظبيطي، هاد كله تظبيطي. هاد ما حدا بيشتغل بالورشه الا انا، ومع انه اليوم جاي ما شاء الله. ايه بس ما عم بيعرفوا، ما عم بيعرفوا يشتغلوا. معلم انت معلم. إيه دورت على سيارتها؟ دورت عليها منين؟ شبك يا زلمه؟ هلا بجيبوا لك اياها. هلا لك جيب له سيارته. خلصنا الزلمه عصار. جيب له، جيب له اياه، جيب له، جيب له. لا جيب له، خلصني. هلا انت المعلم هو؟ ايه صهري، صهري معلم. بس منو هون هلا؟ وينه؟ امتى بيجي؟ ما بعرف، يمكن بكره. ما شاء الله. ايه بكره. هاي سيارتها؟ هاي سيارتها؟ بقول لك هوندا بتقول لي بي ايه. خلص 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 على الخالص. تفضل اخي تفضل. شلون السيارة؟ شايفة؟ كاملة مكملة. ايه تفضل. حسبت له صهري؟ على شو؟ على السيارة. أنا سيارة؟ لك هي، هي مو سيارتها. سيارة مين يا عمي؟ قديش رقم سيارتك أنت؟ 91499. ايه تعال شوفها. مو هي 9؟ مو هي سيارتها؟ شلون؟ شلون ليه؟ سيارتي مو هي سيارتي. أخي هاي رقمها. ايه لك مو هاي سيارة. وهي بتزمر. شو عم بتزمر لي فيها؟ هي بتزمر سيارتها. سيارة ما بتزمر. هاي السيارة بتزمر نفس زمورة. عمي سيارتي لونها سوداء يا ابن الحلال، شو عم تساوي أنت؟ شو عم تحكي؟ لك هاي السيارة، هاي السيارة أنا ضبطت لك إياها. سيارتي. أخي ضبطت لك السيارة، عملت لك. سيارتي أجيب لي صهرك هذا، خليني أعرف أحكي معك. ضبطت لك السيارة، طبقت لك إياها لون حلو. لا والله تعبان بس شوي. إيه كسرنا السيارة. تعال 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 أقول لك. تعال. شلون؟ لون سيارة لا؟ والعجال شوف تمام. ليك ليك الرنقات ليك. ما شاء الله. اخر موضة، اخر موضة مضبط لك اياها بالبيت. يلا جيب لي السيارة. الله يرضى. حاسبه ولا صغيري؟ خلني جيب لي السيارة احسن ما اسمي لك.
لك ليش تسم اللي بدك سيارتك يا حبيبي؟ شوف اللون، شوف شوف ما شاء الله، شوف ليش منين جاب لي اياها يا زلمه؟ ليك اللون انت، ليش ليك تعال ليك اللون، ليك اللون، ليك هاي رقمك مو رقمها؟ مو رقمك هذا؟ شو هذا رقم السيارة؟ شو؟ مو رقمك يعني؟ من على لوحات سيارتي وحاطينها هاي، جيب لي سيارتي على بالله. احنا ما عم نسرق هون اخي. ليك هاي السيارة ليك ليه؟ سيارتي. ليك ليه؟ الصوت الله وكيلك من الوكالة. الله وكيلك من الوكالة الصوت. ليه؟ انت اكيد فيك شيء. تعال جرب. والله ما لك نظامي. ايه تعال جرب. اكل ضربة على راسك يعني جاي لعندي؟ لا والله ما اكلت، بس جربها جربها جربها. ما اكلت؟ جربها. ايه شو كان مشكلة سيارتك بس جيب لي السيارة، جيب لي السيارة. يا حبيبي هاي سيارتك والله سابقة على الموضة ومظبطة، كانت سودة صح؟ عملناها سلفا؟ معلم والله. ايه والله شلون؟ الو. ايه تعال اخي نظبطها. هلا بظبطك انا، هلا بظبطها. كراج والله. هلا بظبطها. بتجيب سيارتي؟ قال طلع شو جايب لي، جايب لي سياره غير لون ومهرهره ما بعرف شو. لك وين مهرهره؟ والله حاله الوكاله. ليك اسمع الطقه. لك على بيت الطقه طلع الله يكثر. هلا بظبطك. هلا سيارتي اجيب لي سهرك. هلا بظبطك، هلا بظبطك. اسمع اسمع الطقه، اسمع شلون شلون الطقه. بدي سيارتي انا انا مش شو هاي سودا. شو اسمك انت؟ اسمع لك اسمع لك لا اسمع لك اسمع لك اسمع لك كلمتين. انا اسم حسام من زمان بحبه لاسم. ايه وانا والله بحبه. ماشي. ايه والله انا ما بحبه لاسم. هيك ابي قال لي لا تخليني طالع كل شيء بقلبي. اخي ما هاي سودا كانت هلا كانت سودا ولا ما كانت؟ اللي كانت سودا. شو سودا هاي؟ لا مصبوغه ولا بطيخه يا زلمه. لك هاي صبغه جديده هلا الموضه هيك طالعه يا اخي هلا عشان بظبطك. انا قلت لك صبغه هاي، انا قلت لك صبغه سيارتي. صهري قال لي زبطه. هذا رقمك يا اخي. يا الله انت شباب اخي. اعطاني صهري شي بتزمر لي بالسياره، شي بتعمل لي شي بتعمل لي والله وكالي والله وكالة. اخي ما اسمع حسام، ما اسمع حسام. هاي سيارتك اخي خذها. تربش الكراج فوق راسك اخي. ليه بدك تربش الصالون فوق راسي اخي؟ خذ هاي السياره وتوكل على الله. ما سيارتك شو اعمل؟ اسمع اسمع سيارتك ما كانت تعمل هيك. شو بدك اعمل؟ السيارة خلصت السيكارة. بتعرف شو يعني خلصت السيكارة؟ ليك اسمع. بتعرف شو يعني خلصت السيكارة؟ شو يعني؟ بتعرف شو يعني؟ شو يعني بدك ما رح تطلع من هون لحتى تطالع لي السيارة. شو بدي اعمل هلا؟ شو يعني بدي اعمل؟ بتطلع زحف وما بتطلع، تفكر حالك طويل. لك جابوا لنا اياها هلا. فكر حالك اخي ما قايل لك شيء، انا جابوا لنا اياها جبت لك اياها. شوف لمين بدي اقول لك هلا؟ لمين بدي اقول لك؟ خذ السيارة توكل على الله اخي. حاشت لي سيارتك لاخر يا اخي. اسمع حاشت لي سيارتك يا زلمة. نفس الطبلة الله وكيلك، نفس الطبلة. هات دهلوا اياها كمان، دهلوا اياها. سيارتي شو دهلوا اياها يا زلمة؟ جيب لي سيارتي. برجع لك اياها سودا، برجع. جيب لي سيارتي يا زلمة. برجع لك اياها. جيب لي سيارتي لا تجنني. روق روق. لك شو روق؟ خلص خلص يا ابني خلص. ركبوا ركبوا روق شوي. السلام عليكم يا اخي شو اخبارك؟ خلص ايه روق روق شوي عمي خليك. خلص حبيبي خلص. ايه هلا بظبطك، هلا بظبطك. شو بدك تظبط؟ دقيقة بس هلا بظبطك. خلصوا خلص جلدي. هلا خلصنا لي السيارة. وين؟ ركبها على الازاز كله من الحلال يا ابن الحلال. وما تفك من فوق. عم لك يا ابن الحلال. وخلص بسرعة. لك روق يا ابن الحلال. روق جايك انا جايك، خليه يظبط السيارة. فاهم على سماي بس. دقيقة واحدة ما بتحملها. سيارتي وينها بس؟ هلا بظبطها. ركبها ركبها. لا ظبطها بسرعة. الله يطول لك يا روح. خلص وما تخلي الروح تروح مني. عمي تفضل اخي. سيارتي وين عمي؟ شو سيارتك؟ سيارتي كورلا تكرلا. اجازة قدامك مالك شايفها؟ اجازة قدامي. سيارتك؟ شو عم تخلص علي انت؟ شو سيارتك؟ تويوتا كورلا. ما عم تفهم علي؟ تويوتا كورلا. هاي شو؟ هاي هون داي. هاي ازوط انت ولا شو؟ والله راح بالي ركبت العلامه هون. شو العلامه هون؟ علامه الهونداي. يا حلال سيارتي وين شفتيها؟ شو لونها سيارتها؟ سيلفر لونها. لك هاي سيارتك وانت مو عاري. انا مضبط لك اياها، مركز لك اياها. هوندا يا ابن الحلال. سيارتي تويوتا كورولا واحد الله. شو رايك تاخذ الباص بدالها؟ شو اخذ الباص؟ شو شغله بيع عشريه يا ابن الحلال؟ شو عم تحكي؟ سيارتي وين شفت اياها؟ احسن ما يطلع خذي عليه. لك هاي شو؟ شفت سيارتي وين يا ابن الحلال؟ بلد اخويت الله يستر. في معلم غيرك هون؟ انا المعلم هو. الله وكيلك، الله وكيلك المعلم. معلم ما حدا في حدا معلم غيري؟ لا في. هيك بدي اياه. شلون؟ تفضل تفضل اركب. لك اركب هي بس حطيت العلامه الثانيه انا هلا. سيارتي وينها؟ يلا وشو بدك؟ خلصنا.
الرنقات مو عجبوك اغير لك اياها؟ انا رنقات بلا بطيخ يا ابن الحلال. سيارتي وين سيارتي؟ انت كورولا هاي هون هاي مو عندي انا. انا مزبطها، انا مزبطها. شو مزبطها؟ شو غيرت لي السياره كلها؟ هلا سويت لك اللون مثل ما بدك انت. شو اللون مثل ما بدي؟ سيارتي سيلفر، بعدين كان مضروب الكمبريسر تبع المكيف. شو سويت لي فيها؟ شلون المرايه؟ شلون يا ابن الحلال؟ شو بدي بالمرايه هاي؟ لك مزبط لك اياها تظبيط ومرتب لك اياها يا ابن الحلال. والله اخر موضه يعني بيجي حدا غيرك يدفع لي ملايين لا ياخذها. شو بدي بملايين؟ بدي سياره. خلص ضبط لنا يا لا شغلك ساعتين عم تفرج جريده. لك قلت لك ما في معلم غيري. انا معلم الاخو. ليه ماك ماكرو؟ الله ليك اسمع اسمع. شوف سيارتي وينها هلا؟ شوف سيارتي وينها؟ ليك هلا بشوف لك اياها. لك خذ لك السياره هي احسن لها. شوف سيارتي. يلا عندنا شغل يا ابن الحلال. شو بدنا نتمنع؟ ليه ليه؟ سيارتي وينها؟ عن جد عن جد العجال مثل هدول كانوا. انا عجال يا ابن الحلال. سيارتي تويوتا كورولا. شو جاب لجاب على هون؟ لك هاي تويوتا هايندا. شو تويوتا انت؟ بس انا 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 حطيت العلامه بس. والله ليك ليك العلامه يا ابن الحلال. انا علامه هاي ليك سبرنجات جدار. اسمع لا حول الله. الله وكيلك وكالي. الله وكيلك جايبها غيرتها حطيت الوكاله وجبتها. الله بظبطك. الله بظبطك. خدها وما تحاسبني. شوف لي سيارتي. شو ما حاسبك؟ شو سايب الشغله على كيفك تضحك علي؟ لك خدها وما تحاسبني يا ابن الحلال. شوف سيارتي وينها؟ يا اخي هاي سيارتها. لك مو هاي سيارتها. حول الله. لك منين اجيب لك سياره؟ لا منين اجيب لي سياره؟ الشغله على كيفك؟ شغله هي لما يصلبطها يعني. لك خلص يا زلمه خلص. شو خلصت على هون؟ لك خلص سيارتي وينها؟ لك خذ السياره. شو بدي بهي السياره؟ سيارتي وينها؟ هاي مو سيارتها. لا مو سيارتي. وليش عم تضربها يا زلمه؟ هيك من ما خلصت هاي؟ خلاص خلاص. روح منه. رو 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 منه. رو رو منه. رو منه. معلمنا تفضل اخي. معلم وين المعلم؟ شايف هون معلم غيره؟ انا تاع الكل هون. الله وكيلك. شلون؟ يا زلمه صلي عمني. يا زلمه صلي عمني. صلي عا شو اخي؟ سيارتي سيارتي. قالوا لي انه خبرونا انه خلصوها. شو هالشغل هاد؟ يا الشغل هاد اللي ما له طعمه. لك عجه يا عمي. الله يخليك يا اخي. بدي امشي سيارتي بس. شو مالها؟ سيارتي المازدا. سلامتها. الف سلامه ان شاء الله يا رب. الف سلامه. دور لتلاقيها. دور اشتغل منيح. اشتغل خلصني. سيارة وينها؟ شو بدك أخي؟ سيارة عيني. سيارة. شو السيارة؟ سيارة المازدا الأحمر. ألف سلامة. مالها؟ كانت خربانة شوي جبناها تسوي لنا إياها. وينها؟ إمتى جبتها؟ خبرونا على أساس إنه جات. ضبط ضبط ضبطها منيح ولا؟ شو؟ ضبط ضبط ضبطها منيح. ما قلت لي وين السيارة؟ شو أخي؟ سيارة سيارة. أي سيارة؟ سيارة لك يا أخي. السيارة المازدا. مالها؟ سيارتي جايبتهم إياها على الكراج لتصلحوها. خبرتوني. شو قصتك؟ جاهزة السيارة تعاقبها. شو قصتها؟ بدها شوية سمكرة وشوية شغل. ألف سلامة عليها. منظبطها منظبطها. هي خلصانة قالوا لها؟ خلصانة قالوا لها؟ خلصة قالوا لنا. إيه خذ هاي. شو خذها؟ خذ هاي. هاي سيارتها. قد إيه رقم سيارتك أنت؟ لا حول. كيف اخذ هاي؟ قد ايه رقم سيارتها؟ 9249. وهي 9249. عم تضحك علينا؟ عم تخوت علينا انت لك يا اخي. لك هاي مو رقمها؟ شو رقمها؟ زلم لك 9249. 9249 نفس الرقم. فيك شيء انت لك الله؟ لك حبيبي هي الرقم شايفه قدام. وين صاحب المحل؟ يا اخي قلت لك انا المعلم هون. حبيبي حبيبي وين انا المعلم؟ انا المعلم. هذا المعلم. اذا انا عم اقول لك رقم سيارتي 9249 بتجي بتقول لي هي السياره نفسها لك يا ابو الحلال. لك هذا مو رقمك. هذا مو رقمك. مو رقمي هذا. لا مو رقمي. 9249. وين السياره يا ابن الناس؟ هيا بس سبقنا لك اياها. شو سبقت لي اياها؟ هلا بظبطك. هلا بظبطك. هلا هلا بظبطك. هلا بنمسح لك اياها. بتطلع رواق بتروح. تعال خذها 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 على السريع. ليك اللون بحياه الله ما هو وكاله. ما وكالي اللون؟ شلون؟ شو
حبيبي مو عاجب ايدك هاي خذ الباص هلا عم نظبط فيه على الوكاله. سيارتي وينها يا زلمه؟ لك اخي عم بقول لك سيارتي المازدا يا اخي وينها؟ لا تخليني اكسر لك السياره هلا. سيارتي المازدا انا وينها؟ لك هي هاي المازدا ما بصير تقول لك بس صابغينا لك بس صابغينا هاي كورونا سيارتي حبيبي هاي على الكهرباء عم تمشي. لا ليك كهرباء 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 عم تمشي. حطينا لك غمازات حطينا لك اضويه ايش بدك كمان؟ بس اللون فرق معانا. اتخوت علي انت؟ لا بس اللون فرق معانا ليه؟ السياره وينها؟ خلصني انا ما عندي وقت ضيعه معك بدي امشي عندي شغل. وين السياره؟ خلينا اصلي وبرجع بجيب لك اياها. كيف تصلي وانا بدي اخذ سيارتي وامشي؟ السياره وينها اللي جبتها؟ لك هاي السياره هاي بس مغير يا اخي حاجت لي هاي السياره. لك فضحتنا قدام الناس يا زلمه. خليني اقوي قدامهم بس امسحها مسحتين. امسح السياره. سيارتي وينها؟ لك هاي سيارتك. لا حول ولا قوه الا بالله. السياره وينها؟ عم الا حبيبي مو رقمك هذا مو رقمك. لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيارتي المازدا الأحمر رقم 9249 وينها؟ 9249 صارت صفرة. ليك إيش بدك أحسن مني؟ لا غيرنا لك لون. شو أنت عم تخوت علي؟ لك ما عم تخوت عليك حبيبي. لك هاي السيارة. هاي السيارة هاي. امسحها كمان. يا عمي حاج تمسحها إن شاء الله. أعطينا السيارة تبعي. هاي سيارتك أخي. ما تقول لي هاي السيارة تبعي. أعطينا السيارة. وين السيارة حطيناها؟ منين أجيب لك؟ خلص. اسمع مر علي بكرة بس بغى أبيض. هلا بدي السيارة ما عاد بيطلع لعندك. بس بغى أبيض وبعطيك إياها. هلا بدي السيارة تبعي وينها يا أما هلا بدي أتصل. يا حبيبي هاي مازدا. هلا إذا ما بتطلعي السيارة هلا بدي أتصل بالشرطة يجي يشوف. عم بتكسر السيارة. بكسر لك يا هاي بدك تطلع. لك ما بصير عجل مشي اسرع يا حبيبي. السياره ليك منين اجيب لك هلا واحدة تاني؟ سيارتي المازدا الحمراء وينها؟ هاي مازدا بس البار ساره. لك روح خلنا فهمك على القصه. بدك تيجي الشرطه هلا بدك تروح محكمه 4 سنين بعدين شو يعني انت بدك تاكل لي سياره؟ لك ما بدي اكلك سيارتك هلا. بدي اعطيك السياره بس الله وكيله. بدك تاكل لي السياره؟ بدي اعطيك السياره الله وكيله. انا سياره سيارتي الحمراء وينها؟ لك هيا انا هيا هاي مو سيارتها. لك عجل لك عجل عجل صبي ما تبي خلص هاي. لك بس هلا بخلص من هون بعطيك سيارتي وينها؟ سيارتي وينها؟ تعال هلا هون سيارتي. ضبطها من تحت. لك ضبطها من هون. سيارتي وينها يا اخي؟ هاي سيارتك. حول ولا قوة الا بالله. بدك تمشيها ولا ما بدك تمشيها؟ اي ماشيها هلا بظبطها. روح خلصتها؟ خلص ظابطه من هون حبيبي. هاي ظابطه من هون. شو بدك؟ لك ما تكسر سياره يا اخي. استنى شوي هلا بعطيك. اعطيني بقى هلا بعطيك سيارتي ولا هلا بعطيك السياره؟ هلا بعطيك السياره يا حبيبي. بدك تعطيني السياره ولا هلا بعطيك اياها؟ بدك تعطيني هلا السياره؟ هلا بعطيك اياها. بدي اكسر لك اياها كلها للسياره. هاي السياره شايفها؟ جيب لي سيارتي. طلع الكاميرا هناك. طلع الكاميرا. ثاني كاميرا. طلع فيك. ثاني كاميرا. طلع لأوريك الشغله. طلع شوف فوق. طلع على هاي الثانيه. وين سيارتي؟ طب روق هلا بجيب لك سيارتك. معك كاميرا خفيه. جيب لي سيارتي وكاميرا خفيه وما كاميرا خفيه. هلا السياره ايه هلا راح سيارتك موجوده برا هلا جاي. بس انت معك كاميرا خفيه. يلا معليش كاميرا خفيه وكاميرا خفيه مجنون. تعال اقول لك يا صاحبي يا حسام تعال اقول لك تعال اقول لك بتضلك شو؟ لا احنا بنعمل فيك ضرب. فيك ضرب. شو عم نعمل فيك ضرب؟ كاميرا خفية. قول للناس بهاي كاميرا خفية. نعمل فيك ضرب. هذا عاملين فيلم فيني؟ ايه عاملين فيلم فيك. فقول للناس باي واعرضوها. ايه اعطيني سيارتي واعرضوها. سيارتك اقسم بالله العظيم يا زلمة. هلا بنعطيك سيارتي. هلا بنعطيك سيارتك من الحلقة. بس بدك تروق قدام الناس. بدك تقول لهم كل عام وانتم بخير. قول لهم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير واعرضوها. وخذ سيارتك هاي توكل على الله. لا اله الا الله عليك. هلا بعطيك سيارتك. هلا بعطيك سيارتك. تعال شو هلا سيارتي وين؟ هلا بضبطك. هلا بجيب لك اياها. معك الكاميرا الخفيه ليك شوف. معك الكاميرا الخفيه. يلا باي عمي السلام عليكم. خذ هاي توكل على الله. واحد الله شو توكل على الله شو عم تضحك علي؟ فك الكاميرا الثانيه. قول لهم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. واعرضوا. يلا روح ما في سياره. تعال ما بدك سيارتك؟ سيارتي وينها؟ هاي سيارتك توكل على الله. جوا اخر صف. اهلا يا حبيبي. غدرته. اخر صف. شو هاك؟ شايفة السيارة ولا مو شايفة؟ معنا اللي قرأت. قول لهم كل عام انت بخير. قول لهم كل عام انت بخير مش حنعطيك سيارتك. يلا كل عام انت بخير. واعرضوا.
لا والله العظيم خذ السياره اخي روح خذ السياره روح توكل على الله سيارتي وين لك ليك سيارتك لسه من ورا واحنا من حبينا نعمل فيك مقلب نظرا انها التلفزيون كل عام كل خير حبيبي بدون ما تزعل حبيب قلبي تفضل على المكتب خلينا نشربك هون خلاص مشي الحال بدك سياره ما بدك سياره تعال